بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم عن استخدام برنامج موديل في التعليم عن بعد. برنامج الموديل ده عباره عن بلاك بورد اللي فيها امكانيات كتير جدا ممكن ان احنا نستخدمها عشان نعرف الامكانيات اللي احنا ممكن نعملها. اولا بنيجي بعد ما دخلنا على الموقع بعد ما كتبنا اليوزر نيم والباسورد بنيجي نختار المنهج اللي احنا هندخل عليه، وبعد كده بنيجي عند العلامة بتاعت السيتنج وهنقول ندوس عليها هيطلع لنا تيرن اديتنج اون. طبعا هنا تيرن اديتنج اون ده بيسمح للتيتشر ان هو هيبدأ يدخل معلومات على البرنامج. طبعا من مميزات هذا البرنامج بالاضافه الى البيج والكورس اللي هو مكتوب، طبعا بيديني هنا البارتيسيبنت مين هم المشاركين في الكورس سواء التيتشرز او الستودنتس، وده ممكن بيديني احصائيه كامله عن نشاط كل واحد على هذا البرنامج. ولازم كل واحد يفهم كويس قوي ان هو بيعمل ريكورد، حتى لو واحد دخل وغير في الكورسات الفايلز اللي موجوده بنقدر نعرف مين اللي غير الفايلز اللي كانت موجوده دي هو بالظبط، ولذلك هنا بيديني احصائيه. البادجز دي واحنا ممكن طبعا نفعل البادجز دي لانها عباره عن نوع من التحفيز للطلبه، سواء ان احنا هنديهم درجات على النشاطات بتاعتهم او حرصهم على دخول للموقع او التفاعل مع الموقع او الاجابه عن الامتحانات. الكومبتنسيز دي لو احنا بنحددين في الاهداف التعليميه اهداف ممكن واحنا بنقيسها في الامتحانات نقول ان الامتحان ده احنا بنقيس فيه الكومبتنس، سواء بنقيس البيشنت كير او البيشنت ايدوكيشنز او الكوميونيكيشنز او البروفيشناليزم، فهنا ممكن طبعا الكومبتنس بتاع دي الجريدز طبعا اللي هي نتائج الامتحانات بتاعت الطلب. طبعا دي عباره عن التوبكس ده ديسكشن فورم، ده طبعا السكيدول بتاع الطلبه، ده الكلاود شيب جايدز اللي هو الستودنت جايد اللي هو محطوط. طبعا هنا بيبقى عباره عن التوبكس اللي موجوده طبعا، ودي طبعا بيتحط عليها ودي بتسمح ليك. طبعا ممكن طبعا ان احنا نحط اي عنوان، فمن لو احنا عايزين نغير العنوان بندوس على القلم وبعد كده بنكتب الحاجه اللي احنا عايزين نغيرها، وبعد ما كتبناها بندوس على سبيس وبعدين ندوس على الانتر يقوم يظهر لنا العنوان اللي احنا عملناه. طبعا احنا لو عايزين نحط اكتيفيتي او سورس، فاحنا دلوقتي هنعرف ايه الاكتيفيتي او السورسز اللي هو مسموح بها استخدامها في هذا البرنامج. طبعا الاساينمنت اللي هو النشاط سواء نشاط بحثي او تقديم موضوع، فطبعا هنا الطالب ممكن يرفعه على الموقع. ده الشات اللي هو اثناء المحاضره لو الطالب عايز يسال سؤال او الاستاذ عايز يكتب تعليق ممكن طبعا يحطه. طبعا التشويس ده لو الاستاذ في اخر محاضره حط اسئله وطلب من الطلبه ان هم يختاروا الاجابات الصحيحه فممكن طبعا يتعمل. ده الداتا بيز دي اللي هو الداتا اللي موجوده على طبعا اكسترنال تول، لو انت بتستخدم وسيله خارجيه ممكن تستعمل الفيدباك، وده مهم جدا النهارده في العمليه التعليميه ان احنا نشوف الفيدباك من الطلبه سواء هم فهموا او ما فهموش، تعليقاتهم، احتياجاتهم المستقبليه في تحقيق الطريقه التعليميه. الفورم ده بقى هو اهم حاجه احنا ممكن نستفيد بيها في الطب، لان ده احنا ممكن نحط كيس ديسكشن على الفورم ده، وبالتالي بنسمح للطالب سواء ان هو يقول كي بوينتس فور دايجنوزيس، كي بوينتس فور انفستيجيشن، كي بوينتس فور مانجمنت،
طبعا دي هتبقى من احسن الطرق التفاعليه لاستخدام هذا البرنامج. الجلوسري دي عباره عن اختصارات او ايكونز بتتحط عشان لو درس طالب عليها ممكن طبعا تطلع له كل الحاجات المواضيع اللي هي ريليتد لهذا الموضوع، سواء انفستيجيشن سواء مانجمنت، او انك انت ممكن تحط يعني صوت او علامه ترحب بالطالب لما يدخل على الموقع. الليسون ده لو هو في محاضره والمحاضره دي اثناء ما بتقال اون تايم اون لاين، وطبعا دي طريقه تفاعليه مع الطلبه مباشره. والكويز ده اللي هو نوع من طرق الامتحانات اللي انت هتعملها، سواء شورت كويشنز او مالتيبل كويز او أوسبي، وطبعا دي ليها طريقه محدده في الكتابه عشان تقدر ترفعها على الموقع، او في نفس الوقت او ممكن انت تكتب سؤال بسؤال على الموقع نفسه. السكوم ده عباره عن سوفت وير بيحول الباوربوينت الى سلايد شو، بحيث ان هو يقدر يحرك سلايد باي سلايد. السيرفي ودي طبعا الجوده بيستخدموها عشان يعملوا الستودنت سيرفي او التيتشر سيرفي او البيشنت سيرفي او الفيلد سيرفي. الويكي دي يعني انت بتحط موضوع طلبة هيعملوا عليه ريسيرش او هيعملوا عليه تعليق او هم هيعملوا الكونتنس هيكتبوها، وبالتالي كل طالب ممكن يراجع الكونتنس الموجوده وله حق التغيير في هذه الكونتنس. طبعا الوركشوب ده طبعا لو انت هتعمل ورشه عمل، دي طبعا عباره عن الاكتيفيتي اللي بيتيحها البرنامج عشان فعلا التعليم يكون تفاعلي بينك وبين الطالب. اما الريسورسز هي عباره عن المصادر اللي الطالب هيستخدمها في التعلم، سواء كتب او فايلز. الفايلز دي بقى هي احسن وسيله تضمن لنا حقوقنا لكل المحتويات اللي موضوعه عن الموقع. الفايلز دي انك انت ترفع سواء بايبوينت او فيديو او بي دي اف او وورد، طبعا هنا ممكن الفولدر لو انت عايز تجمع ترفع على الموقع مجموعه من فايلز وتحطها على الموقع بحيث انك انت تقدر تستخدمها في اي وقت. الاي ام اس باكج دي لو انت عايز تحط مواضيع ليها علاقات مع بعض، سواء عليها علاقه بالاناتومي او الفيسيولوجي او الباثولوجي او الدياجنوز او المانجمنت او الكلينيكال، دي يعني عباره عن انك انت مواضيع مترابطه انت بتحطها في باكج وتطفح على الموقع. البيج طبعا هو يعتبر الموقع ان هو فتح لك صفحه على الويب انك انت تعمل عليها التعليم التفاعلي. اليو ار ال ودي تعتبر يعني من الحاجات اللي انت هتستخدم ماده موجوده على موقع اخر يفتحها الطالب اثناء التعلم او مشاهده الموقع، وطبعا اليو ار ال ممكن يتحط مباشره او ممكن يتحط جوه محاضره من المحاضرات، وده انت لا تعتبر ليس لك ملكيه عليه لان الموقع اللي محطوط عليه اليو ار ال هو صاحب هذا الموضوع. ولذلك مهم جدا ان احنا لما نيجي نرفع الماده العلميه بتاعتنا نرفعها فايل، لان الفايل ده بنملكه. مشكلة اليو ار ال ان هو مجرد ما دخل واحد عليه وخد كل العناوين بقى خلاص، ما الطلب بتاعك مش يعني ايه اللي هيحفزه يدخل الموقع اذا كان موجودة الكونتنس دي في اي مكان تاني. المهم جدا ان احنا نعرف ان الموقع بيتيح لنا ان احنا نشوف كل الparticipants، كل المشاركين على موقع، سواء من اساتذه او سواء من طلبه او سواء من زوار، ايه النشاطات اللي هم عملوها على الموقع، ودي مهمه جدا في عمليه الجوده والتعليم وعمليه القياس النشاط في الاحصائيات. واتمنى انه يكون مفيده، وبعد كده انا ممكن هعرض ازاي نرفع محاضره او ازاي نعمل امتحانات في المستقبل.